يا ليالي عودي تاني، جمهور الزمالك بيغني ويقول يا ليالي عودي تاني، وعادت الليالي وكسب الزمالك وتربع في السماء الإفريقية. مساء الخير واهلا بيكم، حلقة جديدة من بوكس تو بوكس. النهاردة الزمالك يستاهل ويستحق نحتفل بيه، الزمالك يستاهل ويستحق ان احنا نشيد بيه. الزمالك اللي كان قبل المباراة الكل بالإجماع، واللي بيقول إنها مباراة قمة وملهاش معايير وملهاش مقاييس كان من وراء قلبه، وكان كل الكلام يسير في سكة النادي الأهلي، واللي بيحب الزمالك ودايب جواه وعايش في هواه يقول لك لو خسرنا 1-0 يبقى ربنا كرمنا، وإن الراجل ده بيعمل تغييرات في التشكيل غريبة وبيعمل مغامرات غريبة واحنا قلقانين منه، وهيحط عمر جابر في الشمال ولازم يحطش حتى في نص الملعب، ان ما حطوش هتبقى مشكله، وكلام فني عظيم جدا وكتير جدا، وكله بيصب في صالح النادي الاهلي وضد الزمالك. فلما الزمالك يكسب اللقب ويحققه ويخرج المباراه وهو افضل بجداره، لازم نقول له الف مبروك، ونقول له الزمالك لعبت فاجت ففزت يا زمالك. فعلا الزمالك لعب واجاد واستحق المكسب. جوزيه جوميز كنا بنقول عليه بيهزر، كنا بنقول عليه حتى الماتشات اللي بيكسبها محظوظ، وكنا بنقول عليه ان هو كثير المغامرات، وكنا بنقول عليه مغامراته غير محسوبه، وكنا بنقول لو حط عبد الله السعيد جنب ناصر ماهر مع دونجا خسر الزمالك. ياه على نص ملعب الاهلي، اكرم توفيق ومروان عطيه وقدامهم امام، ده السد المنيع ده، ومين هيقدر على الناس دي؟ لازم تلعب بشحاته. جوميز اثبت ان هو اللي على حق، وكل اللي احنا بنقوله كان هاري استديوهات وهاري تحليل في الاستديوهات. ليه؟ الملعب قال كده، الملعب قال كده. هي مش قصه تشكيل بس حطه جوميز وكسب بيه الماتش، لا ده كمان في الماتش هو شغال، اللعيبه اللي هو حطها دي كان لها دور كبير جدا جدا في سيطره الزمالك على المباراه. يعني محط ناصر ماهر مع عبد الله السعيد مع دونجا، الزمالك استحوذ على نص الملعب، وكان ناصر ماهر بيجري في المساحات الفاضيه ويستلم من عبد الله او بيستلم من دونجا او بيستلم من الطرفين. لعب حسام عبد المجيد في الدفاع، وقلنا المساحه اللي بين حسام والمسلوسي يا نهار ابيض، ده وسام هياكل عيش في المساحه الفاضيه دي، والاهلي بيمتاز باللونج باص يا ويلو يا سواد ليلو حسام عبد المجيد. عشان كده جرب الزناري في اخر ماتش افريقي مع البوليس الكيني قبل ماتش القمه، واسمه حسام عبد المجيد يخرج من الماتش من افضل اللعيبه بتاعته. واحد اسباب الاستحواذ اللي قام بيه الزمالك في المباراه حسام عبد المجيد، تخيلوا الكرة اللي كانت بتطلع من تحت من رجلين حسام عبد المجيد جنب المسلوسي كان لها دور في بناء هجمات الزمالك وسيطرة الزمالك على نص الملعب. فجأة ناصر ماهر حقق لجوزيه جوميز السيطرة على نص الملعب جنب عبد الله السعيد. فجأة لقينا عمر جابر بيلعب باك رايت في المكان بتاعه الأساسي، ولقينا واحد جه من بعيد وناداني، كان في أغنية جاي من بعيد وناداني، اهو محمود بن تايك الظهير الايسر المغربي اللي جه من بعيد وناداني. جوزيه جوميز مش مقتنع بيه، ده جوزيه جوميز مش عايزه، والكلام ده كان بيطلع من جوه نادي الزمالك. وإز جوميز بيديله الثقه الكامله، ويبقى بن تايك واحد من نجوم المباراه. وهد مين بقى؟ كفلك الشر، هد بيرسي تاو، الجناح الجنوب افريقي واحد اهم اجنحه القاره الافريقيه كلها. من اول دقيقه التحام في الثاني بيرسي تاو جرش في محطه كده او في كده بتاع قبل عند عين شمس كده اسمها الجراش، بيقول اشتراها بيرسي تاو. ليه؟ عشان يجرش فيها. عارف محطه الجراش اللي قبل عين شمس دي؟ خلاص بقت بتاعه بيرسي تاو. بن تايك خلى بيرسي تاو يجرش في الجراش قبل عين شمس. وعمر جابر حسين الشحات هو كان بيلعب، انا ما حسيتش بحسين الشحات اللي هو بيتغير وينزل مكانه رضا سليم اخر 10 دقايق، انا ما حسيتش بيه. حتى الشوطين اللي شاطهم من 30 ياردة ولا ليهم لازمه. لما تحب تقول انا موجود في الماتش فاشوط شوطين كده،
عشان بس يتقال ده حسين في الماتش. عمركم شفت الاهلي بيلعب الزمالك ما يجيلوش ولا كورنر ولا ركله ركنيه؟ الزمالك سيطره كامله على الماتش، البوزيشن بتاعه فرق 10 12 56 44، الالتحامات كلها لصالح الزمالك للدرجه دي؟ مش اكرم توفيق مش موجود، مروان عطيه مش موجود، امام عاشور لسه لغايه دلوقتي بيتخانق مع الواد بتاع الامن بتاع المول، ملخوم فيه لغايه دلوقتي، تحس كده انه لغايه دلوقتي لسه ملخوم في خناقه الواد بتاع المول بتاع الامن. ياسر ابراهيم بيغلط غلط في الجول ساذج، ما يغلطوش مدافع صاعد. عمري ابدا ما في سردباك لمنتخب مصر بيلعب في منتخب مصر يبقى الفرود يعديه ويحطه في ظهره في جزء من الثانيه في كره عرضيه بالشكل ده، لان ده تصرف غشيم من ياسر ابراهيم اللي هو احد اهم مدافعين منتخب مصر المفترض في الفتره الاخيره. اخطاء بالجمله. لما تيجي تقول مين في لعيبه الاهلي ما كانش في حالته، اقول لك من فضلك غير السؤال، مين في لعيبه الاهلي كان في حالته؟ ولا حد. الناس بتقول على استحياء رامي ربيعه، على استحياء، لكن برضه رامي ربيعه ما كانش في حالته. فين بيرسي تاو؟ ولا هجمه لبيرسي تاو، ولا كوره، ولا كوره لحسين الشحات في ناحيه الطرف الشمال، ولا كوره لاسامه ابو علي باستثناء الشوطه اللي شاطها قبل البينالتي. حتى البينالتي صدفه، البينالتي كوره جت لاكرم توفيق داس عليها وشاطها بشماله ميته، لولا ان المسلوسي ضغط عليه وعمل الفاول اللي حصل جوه ال 18 فكان بينالتي. انما فين الطرفين؟ فين محمد هاني لغايه ما خرج؟ فين عمر كمال لما نزل اللي قال لنا اهو هو رامي ربيعه؟ فين يحيى عطيه الله اللي كان مبدع الماتش اللي قبلها في افريقيا؟ مش بس ما بقاش مبدع وبقى عادي المستوى، لا ده كمان بيتفلسف وبيعمل كوره بكعبه، ويبدو ان دي كره المغاربه، يعني الشيبي عملها في ماتش الاهلي والاهلي جاب جون، ويحيى عطيه الله عملها قطعها منه اسمه ايه فرج الفيرود بتاع عمر فرج الفيرود بتاع الزمالك وراحت لعمر جابر اللي حطها بالعرض يتسلت ناصر منسي عشان يبقى ايه ناصر افتكره مش منسي. فجاه ناصر منسي بقى نجم هجوم الزمالك، وبقت الناس تتكلم هو الزمالك محتاج لعيب بالشكل ده، الكواليتي ده الزمالك عايزه، ده ناصر منسي رقم 9 والزمالك ما عندوش فيرود. فجاه اتحول الكلام من ناصر منسي اللي راح سيراميكا كليوباترا واتفق على كل حاجه وهينتقل بعد ماتش القمه لناصر منسي اللي الزمالك مش هيسيبه واللي هو رقم 9 ولا يمكن حد يسيبه لانه مهاجم جامد جدا. حتى الشناوي مش مريح في الماتش، يعني الكوره بتقع منه يجي يلعب الكره برجله يلعبها غلط، مش مريح، ركلات الجزاء يترمي لكن ما بيوصلش للكوره. الاهلي لعب أسوأ مباراه شوفها له في اخر 5 سنين، والزمالك لعب واحده من افضل مبارياته في المواجهه مع الاهلي، عشان لما تبقى الترشيحات قبل المباراه تكاد تصل 100% لصالح الاهلي فيقلب الزمالك كل هذه التوقعات ويفوز من المباراه، يبقى لازم نقول له ايه؟ لعبت فاجت ففزت يا زمالك. كل التهاني لنادي الزمالك، كل تهاني لجوميز اللي سيطر على المباراه واللي كسب مارسيل كولر في هذه المباراه. وعلى فكره عايز اقول لكم على حاجه، 3 مواجهات اللي جوميز لعبها قدام كولر جوميز افضل، ودي حاجه غريبه جدا. لماذا يدخل كولر المباراه متحفظ الى هذه الدرجه؟ ولماذا يدخل جوميز المباراه وهو يغامر الى هذه الدرجه؟ الماتشات الكبيرة عايزة قلب ميت ولا عايزة قلب خايف؟ ده السؤال. الماتشات اللي زي دي اللي كلها لعيبة كرة جامدين، أدخل وأغامر وراهن على لعيبتي ومهارات لعيبتي وشغل لعيبتي، ولا أدخل وعايز أقفل؟ حتى لما الأهلي جاب جول البينالتي اللي جابه أسامة أبو علي في الدقيقة 37 ولا 38 برضه إيه؟ انكمش انكمش انكمش، وبعد الجول طوفان زملكاوي وفرص عماله تضيع واستحواذ بين الشوطين. انا قلت هيغير نص الملعب مش موجود، هو غير الطرفين بعد ربع ساعه من الشوط الثاني، او غير بيرسي تاو ونزل مكانه طاهر محمد طاهر وخرج امام ونزل قفشه، لكن لا حياه لمانتونيتي. سيبك قفشه نزل اصله كان بيمسك الكوره اصله وفصل،
الاهلي مش يوم. ولما نقول الاهلي مش يومه يبقى عندنا اسباب، ولما نقول الزمالك في يومه يبقى كمان في اسباب، صح؟ ليه الزمالك في يومه؟ معناه جهاز اشتغل، قدر يوفره كل الامور اللي تساعد الفريق على التركيز، المجلس الاداره وفر كل حاجه للفريق، الحماس الشديد، التصريحات اللي خرجت قبل المباراه والفيديو الحماسي اللي حطوه، يبقى كده الكل اشتغل في الزمالك لغايه ما وصله للتوب فورم سريعا وفي ايام. الاهلي لما يبقى بهذا السوق معناه ان الفريق فاكك، معناه ان التركيز صفر، معناه ان الغرور راكب الكل من كولر لاي لعيب، معناه ان هم داخلين المباراه الاهلاويه او الاهلي وكانه كسبان كسبان كسبان، وانت تلعب مع الزمالك اذا كنت انت القطب الاول في مصر، فالاسرين اللي قصادك الزمالك والقطب الثاني لا يستهان به، ولكن الاهلي استهان فكانت كلمه كره القدم هي الاعلى وفاز الفريق الافضل.